بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإيموت اللي جاي عبارة عن تطبيق الاثنين مع بعض. الطيب يا جماعة عبارة عن ديت تايم داش لوكال، فبيجمع لي الاثنين مع بعض في ليبل واحد. لو أنا رحت بالبريفيو هلاقي إن الشكل ديت الديت والمنص والدي الكلام بتاعي والقيمة اللي أنا بختار منها الأيام، وطبعا لو أنا اخترت النهاردة وبعدين ببتدي أقول له الساعة بالظبط، يعني مثلا 5:17 ونقول مثلا AM كده، بيقول الاثنين مع بعض في انبوت واحد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.